السلام عليكم ورحمة الله. عندنا هاي السيارة بدنا نشغلها بالجمب ستارتر اللي هو الباور بوستر. طبعا عشان نراويكم قوة الجهاز احنا فكينا البوزيتيف بشكل كامل، يعني بالوضع الطبيعي البطارية بيكون فيها مثلا 6 فولت 7 فولت مش قادر يشغل، لا احنا شلناها كامل بحيث انه الجمب ستارتر يشغل السيارة. تمام، ها شوف هاي مباشرة رايحة على الماكينة، يعني نسويها بالطريقة هاي والارضي هنا. حلو، شغل. اذا شغل، طفي، شغل، هاي ثنتين، شوف هذا مربوط، طفي، شغل، هاي ثلاثة. طبعا شغلنا واحدة قبلها أربعة، طفي، شغل، هاي خمسة، طفي، شغل، هاي ستة، طفي، شغل، هاي سبعة، طفي، شغل، هاي ثمانية، طفي، شغل، تسعة، طفي، شغل، هاي عشرة، طفي، شغل، هاي 11، طفي، شغل، هاي 12. يعني لو نستمر ممكن 30 مرة، طفي، شغل، هاي 13. بكفي ولا نكمل؟ بكفي. يعني هذه ممكن تسوي لك، شوف حتى يعني لو قلنا هون تيست. حلو، خلينا نشيله. حلو، بالطريقة هاي ونقول له هنا ونقول له تيست. شوف 100% بعده ما نقصش اصلا، يعني تصور بعده ما نقصش، بعده بعطي 100% ما شاء الله، وبعطي 12.6 فولت باور بانك اي جي ام باتري، رائع جدا. اي جي ام باتري ترى مش خطيرة، ما بتنفجرش ولا بتعمل انفجار ولا بتعمل زي الليثيوم الباتري ممكن تنفجر عليه. وكمان في ميزة انه في هذا البورت مالت هذا، وكمان عندنا يعني بتقدر تاخذ 12 فولت وتشغل عليه شغلات كثير، وهذا فيه اس بي بورت. تمام يا شباب، وعندنا هون هذا اللايت تقدر تشغله بالطريقة هاي بشكل مستمر، تكبس عليه. تمام، وبعدين يعني بيسوي بيعمل اكثر من فلاشنج، يعني بيعمل اكثر من يعني جمب ستارتر رائع ورهيب جدا. وفي سيفتي، يعني انت شوف احنا اوف الان، لو ضربت هاي مع هذه ها ما في مشكلة، ها شوف مش مثل الجمبرات ستار الثانية، لما افتحه ببلش يعطي باور، فما بيعمل لك شورت في البطارية. يا شباب شغلت عليه سيارة 8 سلندر 32 مرة وظل يشغل، يعني هاي السيارة صغيرة اصلا ممكن 40 50 مرة. بسم الله.